لو الحكاية فيها إن فيديو. ريهام أحمد فضل. ريهام قول لنا بقى النهاردة يعني فرحتك حصولك على المركز الأول في الشارع الإعدادية، فقول لنا بقى الفرحة دي جات لك إزاي واستقبلتي الخبر إزاي؟ أنا أول ما كنتش متوقعة خالص إن أنا أطلع، يعني كنت هو إن أنا أطلع من أول مدرسة بس أول المحافظة دي أنا 280، من 280 ما كنتش متوقعة خالص الصراحة. فطبعا أول ما عرفت كده ما صدقتش أساسا لا في حاجة غلط، بس يعني ما كنتش متوقعة. وكمان أنا وروان جبنا نفس المجموع، روان دي أختك؟ أه روان دي أختي. تمام. كانت فرحة كبيرة أكيد طبعا. تمام. عرفتي الخبر إزاي؟ عرفتي الخبر إزاي؟ هو بابا هو اللي قال لي الخبر، يعني احنا جبناها من بعد ما طلعت النتيجة، دخلنا وشفنا رقم الجلوس 280 ريهام، يعني كانت فرحة كبيرة جدا. عرفتي الخبر من بابا هو اللي قال. هل دي أول مرة تطلعي المركز الأول ولا متعودة بقى؟ لا أول في المدرسة متعودة أنا وروان، الأول التاني التاني الأول كده دايما في الإعدادي أولى وتانية إعدادي، بس حكاية إن احنا الاتنين نجيب نفس المركز الأول وعلى المحافظة مش على المدرسة، لا دي جديدة. تمام. قولي لي بقى المذاكرة بتاعتك كنت بتذاكري إزاي وتقسمي وقتك إزاي في وانا كنت لا هو من مذاكره، فانا بذاكر كنت بذاكر كتير وكان عدد ساعات كتير يعني، بس طبعا كنت باخد راحه يعني شويه وكده. بقسم مذاكرتي، كانت اصعب حاجه اللي هي الدراسات طويله، بس دي كانت اصعب ماده. دي كانت اصعب ماده، ان هي طويله وكميه التاريخ كبيره جدا، بس الحمد لله يعني عرفت. وانا وانا كنا بنذاكر مع بعض، وانا كنا بنذاكر مع بعض كل حاجه. كنت متقسمه معاها المذاكره. كنا بنذاكر مع بعض، دي كانت حاجه حلوه الصراحه، يعني ان احنا بدل ما كل واحد يذاكر لوحده. لا كنت بتذاكر قد ايه كده، كام ساعه كده في اليوم؟ يعني كان طول اليوم ما عدا مثلا ساعتين ثلاثه بقى كنت بريح شويه، اتفرج على التلفزيون كده يعني. رأيك في الامتحانات ايه بقى اللي جت مقبلة؟ الامتحانات لا كانت جاية، النحو في العربي كان جاي صعب، بس الحمد لله يعني بقية الامتحانات كانت سهلة جدا. هي أصعب حاجة باين كان النحو، باين العلوم كان فيه تفكير شوية، بس الحمد لله كان كله تمام يعني. كنت بترجعي انت تتفرجي؟ انت اهلاوية ولا زملكاوية؟ يا لا اهلاوية طبعا. كنت بتتفرجي على ماتش الاهلي وانت بتذاكري؟ كنت بتشجعي الاهلي؟ كنت بتفرج على ماتش صلاح اخر ماتش باين اللي هو كان في قبل الامتحانات، انا بتفرج عليه. بتتفرجي على ماتش صلاح؟ من العصر بتحبي صلاح؟ بحبه جدا الصراحه. طيب نفسك تطلعي ايه بقى؟ دكتورة أسنان، أصلا كلية طب أسنان. ده أمنية حياتك؟ يعني نفسي جدا، حابة أبقى دكتورة أسنان جدا الصراحة. عايزة تقولي لأسرتك إيه اللي واقفة جنبك وساعدتك؟ الصراحة يعني أنا يعني أحب أشكرهم جدا إن هم ساعدوني جدا. ماما كانت شهر الرياضة، يعني هو بابا كان مدرس رياضة وماما، فهم ما كنتش باخد درس في الرياضة، كانت ماما وبابا هم اللي بيشرحوا لي بقى. فالحمد لله يعني تعبوا معايا جدا السنة دي والحمد لله. روان احمد فضل. روان مركز الاول الحمد لله، متقاسمه مع اختك ريهام. قول لنا بقى شعورك بالفرحه بحصولك على المركز ده كان شكله ازاي؟ فرحانه جدا يعني الحمد لله، احنا تعبنا قوي السنه دي والحمد لله ربنا عوضنا كتير. فرحانه جدا الفرحه، يعني انا قعدت بعد النتيجه اسبوع بالظبط كل يوم ناس بتبارك لي، صحابي مدرسين انا بشكرهم جدا، تعبوا معانا جدا ودي النتيجه. ربنا يخلي لي بابا وماما بجد، تعبوا معايا وفرحانه جدا بالنتيجه دي الحمد لله بجد. عرفت الخبر ازاي يا بختو؟ جبتها من على النت يوميها، بابا هو اللي قال لي. فرحانه جدا، فرحت اللي هو 280 توتوكا، اقول عن مدرسه حلو، مركز على الاداره ومحافظه، دي حاجه الحمد لله بجد الحمد لله حاجه. تمام. وليه بقى كنت بتذاكري كام ساعه؟ كنت بذاكر مع اختي بالظبط، يا دوب بنرتاح 3 ساعات تقريبا في اليوم، بنقسم المواد على باقي الاسبوع مع الدروس. انا واختي اي حد مش فاهم حاجه بيشرحها للتاني، في حاجه واقفينها بنفكر فيها سوا، مش عارفين نسال مدرس. الحمد لله. تمام. قولي لي بقى الماده الصعبه اللي كانت واقفه لك في الامتحان؟ الماده الصعبه الدراسات، تاريخ الهندسه كانت شويه ثقيله شويه، ليله الامتحان كانت صعبه شويه في الهندسه. كنت بتذاكروا كام ساعه كده عند الرياضه؟ يعني من 6 ل 8 ساعات في اليوم.
انت بتتفرجي بقى على يعني بطوشة زي الاهلي مثلا؟ كنت بتبقى بطوشة صراحة، كان لو ماتش مهم يعني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوية. بتتفرجي على الاهلي على طول؟ وبشجع الاهلي وبحب اتفرج على الماتشات جدا، بس يعني اخلص من لو في مثلا ماتش او كده اخلص مذاكرة بدري شد حيلي يعني اقعد اكتر شوية، لكن اتفرج على الماتش بروحي طبيعي. تمام، قولي لي بقى يعني نفسك تطلعي نفسي كلية إعلام يا صيدلة، أحبهم جدا بإذن الله ربنا يوفقني وأوصل لحاجة واحدة. طيب شكرا. VK